جيد جيد جيد. عندنا اتصال لأكثر من مرة يحاول من ألمانيا. خلينا نعاود الاتصال بيه، كلش حاب يحكي وياك. أنت ما راح أشوف صورته راح تعرفه. من ألمانيا؟ أي اتصل 3 4 مرات بينا، بس خلي يجاوب، راح أسلمك الموبايل من يجاوب. مساء الخير. يا هلا، مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان مية كريم هلا، الله أكرم علينا وعليكم يا رب. حبيبي أستاذ عمر الهلالي شكرا لك، الإعلامي الناجح، شكرا، تحياتنا لك والقناة الرشيد، شكرا، وتحية لأخونا سلام الدليمي الإعلامي سامان. المخضرم طبعا، أنا ما قلت له منو. طبعا سامان، طبعا لا تقول له هسه، بس هو اعلامي طبعا، تعرف عرفك، يعني عرفك كركوب من الصوت، عرفك عرفك من الصوت، عرفك راسم دا يقول سامان 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 حبيبي، ويتعب والله والله، يعني يعني غنى عن التعريف استاذ سلام، غنى عن التعريف ابو احمد. شكرا يعني لك، شكرا لك. يعني نتابع، يعني متابعه ما اعرف كل اخبار يمه، يعني ما شاء الله، يعني وجهودا بين بكركوك. راح اسلم الموبايل وتحكي وياه بشكل مباشر. حبيبي كاك سامان من المانيا، وشكرا لك على هذه الكلمات، شكرا لاتصالك، وشكرا لمتابعتك، وشكرا لكلماتك الجميله الراقيه بحقي وبحق كل الصحفيين في كركوك، وانت كنت احد اعمده الصحافه في كركوك. تحية لك، والله يحفظك، والإنسان الطيب الأخلاق، أنت من أعز أصدقائي والله. الله يسلمك أستاذ سلام، أنت 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 إعلامي يعني غنى عن التعريف والله، ما أعرف يعني متن وصف الصراحة، متن وصف يعني. أنت خدمت كركوك لسنوات طويلة، وما زال ولا زال تخدم يعني، وأهل كركوك أهلنا ويستاهلون كل أطيافه وكل قومياته وكل ألوانه، وانت ما قصرت يعني، ما تنوصف يعني، حتى مبينه، حتى بس الناس تعرفك. حتى بس اوضح للناس، واوضح للمستمعين وللمتابعين، الاخ اللي يتصل حاليا هو صديق لنا واسمه كاك سامان، حاليا موجود في المانيا ومتزوج، عنده اسره وعائلته كلهم موجود هناك، وبناته وزوجته. والله العظيم مو كودن هو ويانا على الخط، ولكن قلبه يحترق على كركوك. والله دائما يدز لي منشورات ويدز لي مناشدات، هو في المانيا، يعني اكو ناس يقول لك من اطلع من العراق بعد حش سامع هيك من العراق، بعد ما اريد العراق، ولكن هذا الشخص هو في المانيا وهو من ذوي احتياجات الخاصه، بس قلبه محترق على العراق، قلبه محترق على كركوك، دائما يدز لي منشورات، دائما يدز لي مناشدات، اقول انت في المانيا عوف كركوك، يقول لي ما اقدر، يقول لي ما اقدر. فشوفوا هذا الانسان العراقي، هو يعني والله العظيم اهنيك على هاي روحك الطيبه. هذا هذا شهاده منك، هذا شهاده منك اعتز بي اني. الله يحفظك حبيبي سامان، اعتز بي، الله يخليك، والله العظيم والله العظيم، يعني ما اعرف يعني شلون انت والاخ عمر الهلالي. شكرا، شكرا لك. اصدقائنا الباقيين يعني دون استثناء، يعني الاعلاميين بشكل عام بكركوك يعني يعملون، وخاصه بهذا الظروف الفيروس الكورونا، يعني يعني سويتوا حمله يعني الحمد ما لله. شاء الله عليهم، الحمد لله. احكي لي وضع المانيا، وضع احكي لي على وضع المانيا حتى الناس تعرف وضع المانيا فيروس كورونا، شلون الوضع عندكم، وشلون الحظر التجوال، حظر الحياه شلون عندكم؟ والله الحياة تقريبا يعني شبه واقفة الصراحة هسه، عدنا قرار بهاي الأسبوع طلعت في ألمانيا، قرار بأنه حتى ألمانيا حتى الرياضة من تطلع لبرا ما تقدر، لازم بعد بعد ممنوع عليك، بس يلزموك يغرموك أقل، أول غرامة لك 3000 يورو أول غرامة بس يلزموك. نعم. وبهاي الأسبوع راح يطبقوا، والمدارس صايرة كلها أونلاين، والماركتات ما تدخل بالماركتات الا يعني لابس كمامه وهاي الشغلات. وهسه راح طلعوا قرار اذا ما عندك ورقه مال شو اسمه بانه ماخذ اللقاح،
ورقة لقاح إذا ما لا مو ورقة اللقاح ورقة التيست يسموه مال شو اسمه يعني بأنه أنت ما بيك فيروس نعم. تيست بس التيست يعني بدون اللقاح بعد ما وصل اللقاح يعني ما وصل ذاك الدرجة اللي طلعونا علينا إلا عندك الورقة مال اللقاح بس يقولون إذا ما عندك تيست ما يدخلوك الماركت همين يعني واصل هالدرجة. الله يحفظكم إن شاء الله ويرعاكم ويحفظ العراق إن شاء الله ويحفظ أخوتنا الجالية بألمانيا وكل الدول إن شاء الله. الله يخليك أجمعين. أنا ما أريد أطول عليكم حبيت أسلم عليكم. شكرا لك. شهر رمضان إن شاء الله يكون خير على الجميع. الجميع إن شاء الله يا رب. وشهر مبارك على الجميع إن شاء الله. اللهم آمين. وصحة وسلامة على الجميع. تحياتنا لك. سلمنا على كل الأصدقاء. يوصل إن شاء الله. تحياتنا لك. شكرا جزيلا لك سامان. شكرا. تحياتنا لكم. شكرا. تحياتنا لكم. مع السلامة. في الله. شكرا لكاك سامان من ألمانيا سامان الكاكاي طبعا هو وتحياتنا لكل الكاكايين بمحافظة كركوك وكل الأديان والطوائف اللي موجودة هنا. لا مشكلة. الكل صار على كركوك وخلوا الحقد والكروة ينزرع بسبب اكو هناك اجندات تعمل بهذا اكو جيوش الكترونيه تعمل مؤسف هذا الجيش مؤسف الالكتروني يعني. يسقط يخلق فتنه بين فلان وفلان والمشكله ولكن اليوم انا من يخابرني من المانيا سامان كاكي هو رجال كردي كاكي ها ويشكرني ويخابرني كاك سامان ويخابرني كاك الاخ صابر كردي من هناك ويخابرني تركماني ويخابرني العربي ويخابرني يا اخي والله احنا ترى احنا والله عظيم احنا ودولايه وناس ترى ماكو احلى من كركوك فعلا